السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس علاء الدين الخاصة الصف الثاني الابتدائي، أستاذة نجلاء محمود. إن شاء الله النهاردة يا حبايبي الحلوين إحنا أخدنا درس الحرباء وعرفنا كل المعلومات اللي كانت موجودة في الدرس. النهاردة أنا هتأكد إذا كنتوا أنتوا ذاكرتوا الدرس كويس ولا لأ عن طريق عناصر القصة على درس الحرباء. عايزين نشوف مع بعض ايه الشخصيات اللي كانت موجودة معانا في القصة. سمع حبايب الحلوين بيقولوا الصياد، برافو صح. ومن تاني؟ ها، السلحفاته، مظبوط تمام. وايه كمان؟ الحرباء. يبقى الشخصيات اللي كانت موجودة معانا في قصة الحرباء الصياد، السلحفاته، الحرباء. طب المكان؟ المكان كان فين؟ الغابة. القصة دي كلها حدثت في الغابة. طب الزمان كان امتى يا ترى؟ في الصباحي، برافو. احداث البداية، يعني ايه احداث البداية؟ اول حاجة حصلت في قصة الحرباء كانت ايه هي؟ كانت السلحفاة بتراقب الغابة من بعيد. طب حصل مشكلة في وسط القصة، ايه هي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. تلاحظ السلحفاة الحرباء وهي تغير لونها، ليه كانت بتغير لونها؟ لتحمي نفسها من الصياد. طب نهاية القصة والحل اللي وصلت له القصة كان ايه هو؟ يطارد الصياد الحرباء ولا يستطيع الامساك بها. الصياد ما قدرش يمسك الحرباء. كده يا حبايبي اخدنا عناصر القصة على درس الحرباء. تعالوا معايا نشوف حاجة جديدة هناخدها مع بعض النهاردة. هناخد اساليب وتراكيب. عندي اسلوب اسمه اسلوب التعجب. يعني ايه يا مس اسلوب التعجب؟ اسلوب التعجب ده تعبير بيدل على الدهشة. انا شفت حاجة اندهشت منها وعجبتني قوي فبستخدم لها اسلوب التعجب. طب ايه هو اسلوب التعجب ده؟ اسلوب التعجب يا حبايبي بيتكون من 3 حاجات. ايه هما؟ اول حاجة اداة التعجب اللي هي ما، تاني حاجة فعل التعجب، وبيكون فعل بس على وزن أفعل. يعني إيه مس على وزن أفعل؟ يعني أجمل، يعني أحلى، يعني أروع، بيبقى على وزن أفعل. آخر حاجة عندي علامة التعجب. أنا بعرف أسلوب التعجب من ما وفعل التعجب وعلامة التعجب اللي موجودة في آخر الجملة. تعالوا نشوف أمثلة معايا. ما أجمل الفراشة، ما أضخم الفيل. فهمنا يا حبايبي الحلوين؟ طيب مين فهم معايا عشان نحل مع بعض النشاط ده؟ أول سؤال عندي بيقول لي نقط أسرع القطار وجايب لي علامة التعجب. إحنا اتفقنا إن أسلوب التعجب بيتكون من إيه؟ ما وفعل التعجب وعلامة التعجب. طب الفعل موجود وعلامة التعجب موجود، ايه اللي ناقص عندي؟ برافو. ما، يلا النشاط السؤال اللي بعديه. ما نقط البحر؟ ما ايه؟ ما اعظم البحر او ما اجمل البحر او ما اوسع البحر؟ البحر واسع، مش بقول البحر واسع، بقول ما أوسع البحر عشان أنا هنا بستخدم أسلوب التعجب. تالت سؤال عندي ما أطول نهر النيل؟ أنا عندي أداة التعجب موجودة، فعل التعجب موجود، اللي ناقص يا ترى؟ ها، برافو، علامة التعجب هي اللي ناقصة. كده أخدنا أسلوب التعجب وفهمناه مع بعض. تعالوا معايا نشوف حاجة اسمها علامات الترقيم. يعني ايه مس علامات ترقيم؟ علامات الترقيم دي علامة بكتبها في نهاية الكلام. احنا عندنا علامات كتيرة بس احنا هناخد النهاردة 3 بس منهم. طب وباقي العلامات يا مس؟ هناخدها بعدين لما نكبر شوية. اول حاجة عندي علامة الاستفهام، زي ما احنا شايفين شكلها قدامنا.
علامة الاستفهام دي بتوضع في نهاية السؤال، لما يكون عندي سؤال أحط في آخره علامة استفهام. زي إيه؟ مثال: هل ذهبت إلى النادي؟ حطيت علامة استفهام. ما لونك المفضل؟ حطيت علامة استفهام. يا مس دي ما مش ده أسلوب تعجب؟ لأ ما ينفعش. ليه؟ عشان إحنا قلنا إن أسلوب التعجب بيجي بعديه فعل على وزن أفعل، لكن دي ما لونك المفضل، بسأل بقول إيه اللون المفضل بالنسبة لك؟ تاني حاجة عندنا النقطة. النقطة دي بحطها في نهاية الجملة وتكون جملة تامة، يعني جملة كاملة وخلاص، خلصت الجملة مش هينفع أتكلم فيها كلام تاني. زي إيه؟ أحب اللون الأحمر، أو إيه؟ أنا أذاكر دروسي. تالت علامة عندها، ها سامعاكوا، برافو، بتقولي يا مس دي علامة التعجب. طب علامة التعجب بحطها برضو في آخر الجملة، بس بتكون جملة ايه؟ جملة تعجب، اللي هي بتبدأ بما وفعل التعجب اللي احنا لسه واخدينها مع بعض. ما أجمل الحديقة، ما أسوأ الفشل. برافو عليكم، كده أخدنا علامات التركيب. تعالوا معايا ناخد نشاط عليها. لما أقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ ها يا مس دي بدأت بمتى، دي أداة استفهام، هختار لها إيه؟ علامة استفهام. ما أجمل الحديقة، ها علامة تعجب يا مس، برافو. أحب بلدي مصر، نقطة، تمام مظبوط. ما أفضل القراءة، علامة تعجب، برافو عليكو. ودلوقتي يا حبايبي أنا بتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.